45 دقيقة انتهت الآن. إيران جيفز، روزيسكي، فان بيرسي، أرشافين، وجول! جول! هدف التعادل سجل اللاعب كارلوس ألبرتو فيلا المكسيكي. فيلا بالدقيقة 45، شوف عشاق الأرسنال من الجماهير الصينية. فيلا بالدقيقة 45 يسجل هدف التعادل، وأنا ذكرت في شوط المباراة الأول قلت الأرسنال قادر أن يسجل بأي لحظة. شوف الكرة الجميلة، هو ده يستعرض، ده يلعب بكل رهاوة، ده يلعب بشكل مستريح وقادر أن يسجل في كل لحظة، وفعلا هذا هو هدف التعادل عن طريق المكسيكي اللاعب كارلوس ألبرتو فيلا.